بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ برنامج تحميل النت فريم ورك للإصدار الأخير من شركة مايكروسوفت، من الموقع الرسمي لشركة مايكروسوفت. نحمل الويندوز باش نتريحه من تشغيل بكفاءة الألعاب وكفاءة البرامج تكون أفضل. أول شيء نعمل على ننقر على زر ابدأ مع R، وننقر على ننفذ الأمر هذا ريج إيديت إنتر، تشغيل ريجستر إيديتر. عندنا أول شيء طلعنا بهالشكل. الخيار الثالث نقول عليه، نمشي إلى السوفتوير، ثم نذهب إلى المايكروسوفت، ثم نذهب إلى النت فريمورك، ثم نكتشف بأن الويندوز التي لدينا فيها إصدارات من النت فريمورك، الإصدار الثاني والإصدار الثالث والإصدار الرابع، فيه ثلاث إصدارات، وينقصنا الإصدار الخامس وينقصنا الإصدار السادس. لما نتعرف على هذه القصة نمشوا الى نبدأ عارفين ان الويندوز مش محمل فيها كل الاصدارات النت فريم ورك. نغلق الريجستري ونذهب الى الكروم، ونبحث على ويندوز ديسكتوب ران تايم الاصدار السادس، وهذا ما يسمى بالنت فريم ورك من شركة المايكروسوفت. ننقر على الانتر فيجينا اول خيار اللي هو داونلود نت فريم ورك السادس، خاص باللينكس والماكنتوش والويندوز. فننقر على اول خيار اللي هو من الدوت نت، الموقع دوت نت تبع مايكروسوفت، داونلود نت السادس. خلاص نختاره احنا اللي عندك. انا في اخر اصدارات، انك اصدار متعدده من نت فريم ورك، واجدات فيه السادس، فيه اصدارات اقدم موجوده كلها. اول شيء طلعنا في الصفحه الرئيسيه اللي هو لينكس وماكنتوش ويندوز اول. طبعا احنا نختار ان الاصدار ويندوز بتاعنا اللي هو هل هو 32 بت او 64 بت. نختار الاصدار ال 64 بت باعتبار انه جهازي في 64 بت. ننقل عليه فيبدا في التنزيل. طبعا احنا البرنامج موقع منزله من قبل، هذا ليش طلب مني؟ قال لي انت منزله، وهذا رابط التنزيل. خلاص ننقل اوكي فينزل الموقع، يعني من موقع شركه مايكروسوفت. البرنامج يعني حجمه مش هذاك الحجم، هو كم دوت نت اصدار السادس 4.5، حجمه 196 ميجا. نزل وحملته واموره تمام ما شاء الله. شكرا لاستماعكم، نلتقي في برنامج اخر. في امان الله وحفظه.